إذا نكمل شرح يونت 14، واليوم راح نحكي عن المي والمايت. المي والمايت، خلينا نكتب ملاحظة عن المي والمايت بشكل عام. تستخدم المي والمايت للرخصة، تستخدم المي والمايت للرخصة. مثال عليها: may I leave، هل يمكنني أن أغادر؟ طيب you may leave at 3، تقدر تغادر، هذا كله رخصة استرخاص. you may leave now، أنت تقدر تغادر، كل هذا رخصة. إذن المي والمايت تستخدم للبيرميشن، للرخصة. هذه أول قاعدة. نقطة ثانية أو ملاحظة أخرى للتحدث عن الرخصة في الماضي، permission past، نستخدم الهاد تو للتحدث عن الرخصة في الماضي، نستخدم هاد تو أو was permitted to أو was allowed to. هذين ثلاث تراكيب نستخدمها للرخصة، بس ذن الثلاثة. يعني ما أقدر أستخدم المي بالماضي، المي لا يمكن استخدامها في الماضي. حتى أريد حتى أتحدث عن شيء برخصة بالماضي، استرخاص في الماضي، ما أقدر أقول المي والمايت، لأن المي بالمضارع، المي تستخدم مع المضارع مو مع الماضي، يعني غلط ويا الماضي. فهنا راح أقول مثلي had permission to، لديه رخصة بأن، was permitted كان مسموح له، was allowed كان يسمح له. هذين ثلاث تراكيب أستخدمهن بمعنى الرخصة. يعني ما أقدر أستخدم المي والمايت للرخصة في الماضي، ما أقدر أستخدم المي والمايت للرخصة. التراكيب هما had permission to، was permitted to، was allowed to. هذين ثلاث تراكيب نستخدمهن للرخصة في الماضي. ثالثا يقول حتى نتحدث عن الرخصة بالمضارع لازم ننسى بأن نستخدم المي والمايت. إذن present situation موقف مضارع نقول مي ومايت. مثلي may need glasses، مثلي might need glasses. طبعا هنا مي والمايت استخدمناهم للرخصة ولكن بالمضارع، ولكن بالمضارع مو بالماضي. هنا المعنى هنا مضارع، هنا المعنى مضارع. طيب هسه رقم 4، ملاحظة مهمة: إذا كان هنالك استمرارية، إذا كان هنالك استمرارية نستخدم المي مع البي وفعل يحتوي على الاي ان جي. مي بي فعل يحتوي على اي ان جي، القاعدة راح تصير مي بي فعل بي اي ان جي. هذه رخصة في الاستمرارية، رخصة في الاستمرارية. may be writing، bill may be calling، إذن هذه رخصة بالاستمرارية. طبعا شلون نعرفها استمرارية؟ الفعل يدل على الاستمرارية. يعني مثلا writing هذا شنو؟ هذا يعني استمرار بالكتابة. calling يعني الاتصال، اكو واحد يضل يتصل على صاحبه، يعني ثانية وحدة اكيد الاتصال، يعني من يكون الشخص اقول له ايش داي يسوي، هذا اقول هذا يسوي داي يتصل، لو داي عفوا داي يحكي بالمكالمة، صاعد مكالمة، اللي يصعد مكالمة أكيد تصعد ويا شخص، يتصل مع شخص، يعني 10 دقائق. إذن أكو استمرارية بي. هذا بالنسبة لي الكولينج، بالنسبة لي الاستمرارية. ملاحظة أخرى أو نقطة أخرى أيضا يقول للتحدث عن المي مع المستقبل نضع مع المستقبل كلمة، يعني دلالة على المستقبل، دلالة على المستقبل. يعني طيب مثلا يقول لك مثلي may be absent tomorrow، كلمة tomorrow في المستقبل. الآن من أنا عندي maybe، الآن maybe الآن استخدمت للدلالة عن المستقبل. شلون عرفتها؟ لأن قايل لك tomorrow، قايل لك tomorrow. الآن في هذه الجملة شو استخدم maybe هنا والmight والmay not؟ هذه الجملة الآن استخدمت للمستقبل. طيب شلون عرفناها عندنا tomorrow؟ هسه واحد يسألني يقول أستاذ شلون أميز بيناتين؟ اكو فرق، الجملة هذه ما بيها مستقبل، هذه الجملة اللي اخذناها قبل شوية بيها استمرارية، بيها رايتنج اكتيفيتي، نشاط يعني مضارع. بينما هذا فيوتشر، شلون عرفت فيوتشر تومورو؟ I will not come to school، انا ما راح اجي للمدرسة، يعني شيء بالمستقبل. I will not feel well، ما راح احس بين انا شيء متحسن، يعني فشي دا يحكي يقول والله انا وضعي مو تمام، راح ابقى بالبيت ما اقدر اطلع للمدرسه، هيك يعني. اذا هذا كله مستقبل، شلون عرفته؟ من خلال المفتاح الحل اللي عندي بالجمله. كيف استخدم المي مع الماضي؟
هاي ملاحظة كلش مهمة. احنا قلنا المي وحدها ما نقدر نستخدمها للماضي، هاي متفقين عليها قبل شوي ذكرناها، المي ما نقدر نستخدمها بالماضي اطلاقا. طيب شلون نستخدم المي بالماضي؟ اكو احتمالية، اكو حالة واحدة، شوكت لما يجيني وراها هاف وتصريف ثالث للفعل. المي والمايت، خلينا نكتب ملاحظة، يمكن استخدام المي والمايت مع الماضي، ولكن يجب أن يأتي بعدها هاف وتصريف ثالث للفعل. لازم يجيني وراها هاف وتصريف ثالث للفعل، يلا أقدر أقول هاي المي للماضي. أما إذا تجيني المي وحدها وراها فعل مجرد، فلا، هذه مضارع. المي ما أقدر أحطها للمضارع أبد إلا إذا أجا وراها هاف وتصريف ثالث للفعل. الآن may have lost، lost تصريف ثالث، may have lost تصريف ثالث للفعل. هذه الآن، هذه الجمل هي رخصة في الماضي. ليش؟ لأن وراها have وتصريف ثالث للفعل. زين، إذن خلصنا من المي، وذكرنا بأنه المي تستخدم بالماضي بهذا الشكل. طيب هسه راح نجي عليه من، راح نجي على الماست. خلينا نشوف الماست شبيه. طيب الماست تستخدم طبعا يعني بالمضارع، تستخدم مع الضرورة، وهي أقوى شيء، وهي أقوى شيء، تستخدم مع الضرورة وكذلك مع المواعيد. مواعيد يعني موعد، تجي ويا موعد. دائما لما عندك موعد ثابت تستخدم ويا must. The lecture، المحاضرة، must، يجب أن تبدأ. must leave، must read، must read. هذا كله تشنو هنا؟ هذا نقول عليه إحنا يعني موعد ثابت ما يتغير. هذا هو استخدام الماست، هذا هو استخدام الماست. النقطة الثانية عن الماست يقول abstention. abstention بمعنى الامتناع، يعني امتناع عن شيء. إذن الماست تستخدم بمعنى امتنع أو امتناع يعني بشكل عام. We must not neglect our eyes، ما يصير إحنا نهمل عيوننا. We must not break law، ما يصير إحنا نمتنع عن القانون، يعني عفوا نكسر القانون أو نخترق القانون. هذه كليتها الماست تستخدم ويا الامتناع، الماست تستخدم لي ويا الامتناع. خلينا نكتب ملاحظة مهمة، ملاحظة تقول لعدم الضرورة، لعدم الضرورة نستخدم doesn't have to أو don't have to. لعدم الضرورة نستخدم doesn't have to أو don't have to. لعدم الضرورة شيء مو ضروري نستخدم doesn't have to أو don't have to. إذن القاعدة رقم 3 خلينا نعيدها، يقول لك لعدم الضرورة شيء مو ضروري نستخدم له doesn't have to أو don't have to. مثال عليها: John doesn't have to have eye exam. John هي ما تحتاج تسوي اختبار لعيونها لأن هي تشوف أمورها تمام، شيء مو ضروري. She doesn't have to wear glasses، ما يحتاج تلبس نظارات لأن هي عيونها كل شيء ما بيها، على شنو تلبس نظارات؟ إذن هنا فد شيء غير ضروري، لذلك استخدمنا بهاي الجملة إحنا doesn't have to، لأن شيء مو ضروري، شيء مو ضروري لعدم الضرورة. طيب خلينا نكتب ملاحظة أخرى للتحدث عن الضرورة في الماضي. هنا اسمها ضرورة وليس احتمالية، أرجو الانتباه. هنا اسمها الضرورة وليس الاحتمالية اللي كنا نحكي بها بين المي والمايت. هذيك احتمالية مي ومايت، أما هذه فليست احتمالية. هذه الشيء اللي قاعد نحكي عنه هسه اسمه ضرورة. فد إشي ضروري نقول مع الضرورة had to. خلينا نكتب ملاحظة للتحدث عن الضرورة في الماضي نستخدم had to، للتحدث عن الضرورة في الماضي نستخدم had to. خلينا نكتب ملاحظة مهمة على رقم 5، ورقم 5 يقول نستخدم الماست والهاف وفعل بي اي ان جي.
نستخدم الماست والهاف عفوا ماست بي وفعل بي اي ان جي، ماست بي مع فعل بي اي ان جي، ماست بي وفعل بي اي ان جي، ماست بي وفعل يحتوي على الاي ان جي. اذا نستخدم الماست والبي مع فعل بي اي ان جي، هذه الملاحظه مع الاستنتاج، مع الاستنتاج، مع استنتاج. لما يكون عندي جمله بها فد شيء استنتاج، راح نستخدم هنا بهاي الجمله الماست والهاف والفعل بي اي ان جي. طبعا ودائما بهاي الجمل، هاي الجمل ما عندي اكو عندي دليل، يعني اكو عندي دليل انا استنتج من خلاله. طيب نجي على الجمله الاولى. اذا كتبنا ملاحظه، الملاحظه تقول نستخدم قلنا نستخدم الماست والبي والفعل بي اي ان جي لما يكون عندي فد استنتاج، ويكون هنا بهاي الحاله اني عندي بهاي الحاله راح يكون عندي يعني راح يكون عندي دليل. مثلا عندي كلمه، عندي الجمله، هاي الجمله، الجمله تقول بهاي الجمله يقول Miss Lee is frowning. Frowning يعني شلون احنا نقول يعني تعبان، معبس، عبوس، يعني هيك شيء يعني. Miss Lee is frowning بمعنى بانه معبس وجهه، عابس يعني. Her head عفوا السيدة هي رأسها لابد من انه يؤلمها. اذا اني استنتجت بانه عندها الم براسها لان معبسه وتعبس يعني وضاجع عيونها يعني محمرات او هيك. فانا ليش توقعت بانه هي عندها الم؟ لان انا عندي سبب وعندي يعني عندي دليل بانها شلون احنا نقول معبسه او يعني شاحب تعبانه، اكيد هي راسها يوجعها لذلك هي هيك صاير بيها. جمله ثانيه، she gets terrible headache، عندها صداع. She gets terrible headache يعني عندها صداع، إذن هي تحتاج إلى نظارات. يعني والله ما أعرف حقيقة هذا الكتاب إيش جاب الهدك على النظارات، استنتاج يعني مثلا هي عندها صداع مثلا تحتاج قبعة حتى شوي الألم يخف من الشمس، بس النظارات شو لهن علاقة بالألم؟ هدك صداع يعني. والله ايش بي هذا، she gets terrible headache she must need، لابد من انها تحتاج الى نظارات شنو علاقه بالراس؟ المهم ما اعرف، اكو احتمال اكو خطا مطبعي مثلا، احتمال هي عندها يعني والله ما ادري ما قاعد. المهم مثلا خلينا نقول هي عندها شيء نيدز هات، شيء نيدز مثلا على سبيل المثال بنادول تحتاج. اذا انا توقعت بان هي تحتاج بنادول، ليش؟ لان هي عندها هيدك صداع. هذه هي نقطه الماست والبي والفعل بي ان جي. شو وقت احط الماست والبي والفعل بي اي ان جي او عادي مثلا بس ماست وفعل مجرد؟ المهم الماست استخدم لي للتوقع، للاستنتاج بسبب شيء معين يعني بسبب. نعم. رقم 6 خلينا نكتب ملاحظة تستخدم الماست مع الجوينج تو. إذن القاعدة تقول نستخدم الماست مع الجوينج تو. ماست بي جوينج تو، هذا التركيب كامل، ماست بي جوينج تو مع الاستنتاج في المستقبل، مع الاستنتاج في المستقبل. اذا كان عندي هنالك استنتاج فشيء استنتاج بالمستقبل، نستخدم له بهاي الجمله must be going. هذا تركيب كامل، must be going يعني بمعنى سيحدث، توقع بانه سيحدث في المستقبل. الجمله it is getting very dark،
الدنيا كلش ظلمة. Out. Dark يعني مغيمة، عفوا مو ظلمة مغيمة. Dark out. It must be going to rain. لابد من أنها سوف تمطر. لماذا استخدمت هنا بهاي الجملة عندي going to؟ must be going to، لأن المطر أنت ما تعرفه. تستنتج لأنها الدنيا كانت ظلمة، أنا أتوقع بأن الدنيا راح تمطر. إذن هذا استنتاج. إذن هذا هو استنتاج. رقم 7، خلينا نكتب ملاحظة. عندما نتحدث عن الاستنتاج في الماضي، نتحدث عن الاستنتاج في الماضي، عندما نتحدث عن الاستنتاج في الماضي، فتكون القاعدة must و have وتصريف must have been. فتكون القاعدة must have been وفعل به ing. must have been فعل ب ing. must have been فعل ب ing. هذا استنتاج في الماضي. must have been ing. إذا لما يكون عندي استنتاج في الماضي نقول must و have و been وفعل ب ing. must have been وفعل ب ing. must have been وفعل يحتوي على ال ing. He must have been وإلى آخر. He must have been. عندنا برقم 2 يقول sentence patterns with model. هنا راح ناخذ الباترنز. طبعا الباترنز يعني القاعدة، النظام، الترتيب، النمط مالت الجملة بحالة السؤال. طيب خلينا نكتب قاعدة السؤال ويا الأفعال الناقصة. قاعدة السؤال ويا الأفعال الناقصة. قاعدة السؤال مع الأفعال القاعدة. أول مع الأفعال الناقصة. أولاً أداة السؤال الهو والوين والوات وإلى آخره. أداة السؤال أولاً، أداة السؤال الشود أو الكود، يعني خلينا نقول عليها الأفعال الناقصة. إذن أداة السؤال أولاً، أداة السؤال ثانياً، الأفعال الناقصة، أداة السؤال، الفعل الناقص، الفاعل. راح أعيدهن بالبداية. أداة السؤال، الفعل الناقص، الفاعل، 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 أداة السؤال، الفعل المساعد الناقص، الفاعل، الفعل، طبعا حسب الجملة يعني. have read هذا الفعل، وتكملة الجملة، وتكملة الجملة. طبعا احنا راح ناخذ، احنا هنا الشود عندي هاف وتصريف ثالث للفعل، فين راح تصير القاعده وين والشود وفاعل وهاف وتصريف ثالث للفعل وتكمله. هاي القاعده راح اعيدها نوب مره اخرى. راح اعيد القاعده مال هاي الجمله، مال الشود والهاف والتصريف. فاعل، اداه السؤال، شود، فاعل، هاف، تصريف ثالث، تكمله. هاي عدتها مرتين. طيب خلينا ناخذ قاعده الاوت تو. فاعل out to، أداة السؤال out to، فاعل to have، قاعدة to have، تصريف ثالث، تكملة الجملة. هاي أداة السؤال، قاعدة أداة السؤال بهذا التركيب. راح أعيدها مرة أخرى حتى تلحق تكتبها. الوات، ولازم نحفظ على كل حالة مثال. أداة السؤال out، فاعل have to، تصريف ثالث هنا أي فعل، تكملة الجملة. أداة السؤال، أداة الاستفهام بالأخير ما ننساها. هسه بالفصل الثالث idioms. الإيديومز يعني المصطلحات. شنو يعني مصطلحات؟ related words with idioms. idioms يعني هي المصطلحات. وإحنا عدنا بالعراقي نقول أو المثل بالضبط. مثل ما إحنا نقول بالعراقي أو المثل. أبو المثل يقول كذا، والله أبو المثل قال هيك، قال كذا مثلا. يعني نقول نايم ورجلينا بالشمس. كلمة نايم ورجلينا بالشمس يعني مو معناها هو ما ذي رجله بالشمس، لا، وإنما معناها حدث هنالك حدث قد تم، وهذا الحدث هو عن نفسه، عن هذا الشخص، وهو لا يعلم. يعني مثل ما واحد بنته تزوجت، يعني خوالها زوجوها،
وهو ما يدري، أبوها ما يدري. فيجي هنا ويسأل وين فلانة، بنتي فلانة وين، شو ما جت مثلا، صار كذا سنة ما شايفه، هو كان مثلا بسفر أو شيء. قال لا يتكل عقلك، أنت نايم رجلك بالشمس، تزوجت هنا إيديمز مصطلحات. فهذا هو المقصود بالإيديمز هنا، راح يعني نستخدمهن يعني إيديمز expressing an ability to avoid or prevents، يعني حتى تمنع أشياء أو حتى يصير يعني من يقول دكتور doctors can't help keeping people waiting he doesn't like it but he can't help it. هنا هي idioms مصطلحات يعني أكثر من المعنى الظاهري مالتها. من أقول can't help بمعنى ما يقدر يساعد، ما يقدر يسوي هذا الشيء، ما قدر، مو معناها لا يستطيع، لا هو دكتور بس ما قدر هيج يعني ما رحمت يعني. وإذا مثال عليها قدامنا can't help يعني ما قدر يساعد هيج. طيب أيضا عندنا would like، هنا would like هل ترغب، would like مو معناها هل ترغب. من أقول لواحد would you like a tea، هل ترغب بشاي، would you like to come، to come in now، هل تود تدخل، مو معناها دا أسأل أو يعني من أقول لواحد would you like to come in now، تريد تتفضل هسه، يعني أنا أقول لواحد تعال تفضل، مو معناها دا أسأل سؤال أقول له تريد تجي، هو يقول لي yes أو no، لا هذا هو idioms، ذن كلنا نسميهن idioms. مثلا أقول لواحد بدون أمر عليك مثلا can you turn off the light، تقدر تطفي الضوء، هنا مو معناها دا اسأل سؤال ويجاوبني yes او no، لا من صحيح دا صيغ سؤال بس دا اطلب طلب، هو هذين يسمونهن idioms، ذن يسمونهن idioms. ايضا من اقول would like هنا دا اطلب، اقول له I would like a menu، انا ارغب بالمنيو القائمة. حقيقة حس المادة صارت هواي جدا، طالب ما راح يقدر يستوعبها، فراح أتوقف لهذا اليوم لهنا 240 41 نشرح 41 إن شاء الله بالمحاضرة القادمة.